اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بواحد من اصدقاء العمر، مثل اعلى ليا وللجميع الحقيقه في المكان اللي كان بيلعب فيه. واذا تكلمت عن الاخلاق تقول ياسر رضوان، اذا تكلمت عن الادب تتكلم عن ياسر رضوان، اتكلمت عن الاوفرات الحلوه لازم تقول ياسر رضوان ايضا. النجم الكبير كابتن ياسر رضوان في ضيافه البيت الكبير. ازيك كابتن ياسر؟ مشرف ومنور، سعداء جدا 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 بوجودك معانا. ربنا يخليك كابتن اسلام، وانا سعيد ان انا موجود معاك النهارده. شرف لينا يا ابو كمال. وانت صديق عزيز عليا طبعا، وتربطنا علاقه صداقه قويه. بشكرك طبعا على المقدمه الجميله، ويعني حاجه محترمه والله. يعني انا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده. انت مختفي دايما، ولكن اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ياسر، يعني وقت طويل جدا قضيته في كره القدم، سواء داخل انديه كثيره جدا، اخرها طبعا كان النادي الاهلي، وقبلها كان احتراف ومسيره احترافيه طويله جدا في المانيا كابتن ياسر. لكن خليني ابدا معاك باول حاجه. اولا، ايه رايك في تيم النادي الاهلي ومارسيل كولر كمدير فني؟ بصراحة راجل أكثر من ممتاز. يمكن في أول مباراتين في اللي هي التصفيات المؤهلة للمجموعات شكل الفريق ما كانش واضح بشكل كبير، لكن قدر يكسب المباراتين 1-0 الاتحاد المنستيري هناك و3 هنا في مصر. لكن لما بدأ ماتشات الدوري في هوية الفرقة بدأت ترجع تاني، شخصية النادي الأهلي بدأت ترجع، الشراسة الهجومية، الروح القتالية. هو مدرب ذكي جدا. مباراة السوبر أكبر دليل إن الراجل ده عارف هو بيعمل إيه، وعارف هو عايز إيه. يمكن أنا هتكلم خاصة على الشوط الثاني وبدايته. هو حس إن نص الملعب بدأ يتاخد منه. أوكي. ما قعدش كتير إن هو يفكر. لا، كان عارف الرد إيه، بدأ بالتغييرات بتاعته، بدأ يستحوذ تاني على نص الملعب، بدأ يهاجم من جديد. جاب الجون الثاني، الماتش بقى مفتوح ليه، وخلاص الموضوع كان انتهى بالنسبه له يعني. بس هل نقدر نقول عن هذا الرجل الكلام ده كله في 6 مباريات او في 7 مباريات فقط؟ بيبان يا كابتن اسلام. بيبقى صعب جدا انك تيجي تتاقلم مع شعب عنده عادات وتقاليد وتفكير غير اوروبا، غير المكان اللي هو كان عايش فيه. عشان كده بقول لك هو ذكي جدا، هو قدر يتأقلم وقدر يفهم شخصية اللاعب المصري وازاي بيفكر وبيفكر في ايه. وده موضوع صعب جدا انك بتتعامل مع اكتر من 35 لاعب سواء كبير او صغير موجودين معاك، انك تفهم شخصية كل واحد وتقدر تتعامل مع كل واحد. الموضوع مش سهل، وان الوقت القياسي اللي هو عمل الكلام ده فيه كان وقت قليل جدا. واكبر دليل، لا، النادي الاهلي مختلف تماما عن اخر سنتين. يعني الكلام ده انا شفته مع فايلر بس اول ما جه. طب ايه السر في نجاح المدرسه السويسريه؟ ما هو فايلر سويسري، النهارده كولر سويسري، حتى الان يعني لو اعتبرنا ان الخمس ست مباريات دول نجاح 100% حتى بالنتائج. انت برضه يا كابتن اسلام، يعني الراجل ده بص على السي في بتاعه انت تعرف. اوكي. يعني هو راجل عنده خبرات كبيره، مسك انديه كتير، مسك منتخبات وعمل معاهم فارق كبير. ده برضو بيديله القدرة ان هو يقدر يحقق انجازات تانية. وبعدين انا اسمع ان هو بيشتغل كتير جدا. صحيح. هو راجل مركز وعارف هو عايز ايه، ودي شطارة انك بتشتغل كتير. عشان ممكن عشان اعرف كابتن اسلام شخصيته او طريقة لعبه او طريقة تفكيره في الملعب هتاخد وقت. طب ما هو من خلال المباريات اللي قبل كده بيقدر يوصل للحاجات دي بسرعة. فدي بصراحة حاجة محترمة جدا يعني. وانا طبعا انا عندي ثقة كبيرة جدا ان هو ان شاء الله يعني هيحقق بطولات وانجازات كتير للنادي الاهلي. زي ما حضرتك قلت، انا اتكلمت في التأقلم السريع في بداية الحلقة، لانه بيتدخل كمان في ادق التفاصيل واقل التفاصيل، او حتى التفاصيل اللي الواحد شايف ان هي هايفة. لا، ما بص يا كابتن اسلام، دلوقتي كرة القدم مبنية على تفاصيل. نعم. زي ما حضرتك قلت كده ان هي هايفة، ممكن تكون هايفة للمشاهدين او الناس اللي بتتفرج على الكورة حاليا، لاي حد بيتفرج على ماتش فهو بيتفرج على اللعبة الحلوة وعلى الحاجات بس بالظبط الشكل العام الشكل يعني. العام. لكن مدير فني وبيقعد يشتغل لوقت طويل، لا، هو لازم بيدقق في اقل التفاصيل، لان دي في الاخر بتعمل كوارث. ما بتكتر التفاصيل الصغيره دي بتعمل لك كارثه في الفرقه، بتعمل لك مشكله، بتعمل لك خلل في مكان معين.
فهو بيمنع الحاجات دي، فدي بصراحة حاجة محترمة جدا يعني منه. وخلي بالك برضو من ضمن أصلا يعني النهاردة احنا عاملين الحلقة النهاردة عن هذا الرجل، وبالتالي ما جيت اسال اللعيبه لقيتهم بيتكلموا معايا حتى اللي ما بيلعبش. خلي بالك ما هي دي الميزه بقى، ان حتى اللي ما بيلعبش بيقول لي ان هو مبسوط وفرحان وسعيد بشكل التمرين المختلف. مثلا من ضمن الحاجات لما سالت اليومين اللي فاتوا اتقال لي ان هذا الرجل ما بيبطلش يتفرج على ماتشات للاهلي وللمنافسين ضد الاهلي. طبعا عشان يقدر يحلل نقط ضعف وقوه الفرق الثانيه ويعرف هويه كل فرقه، فلازم يتفرج على المنافس كويس جدا عشان يقدر يحدد كمان نقط القوه والضعف اللي عنده. بخصوص فرقته زي ما اتكلمنا برضو ان هو حابب يعرف اللعيبه اكتر، حته ان هو اللعيبه كلها بتحبه وسواء بيلعب او ما بيلعبش، دي ميزه كبيره قوي مش اي حد بيقدر يوصل ليها، ومش اي مدرب بيقدر يحققها. حته التغييرات اللي بتحصل كمان، في ناس بتخش وفي ناس بتقعد وفي ناس بتبقى بادئه ماتش قبليه وبترجع تقعد تاني، زي سافيو مثلا لعب كام ماتش وبعد كده رجع قعد، لعب قفشه لا قعد، لا كان قاعد، لا الحاجات دي مش بتيجي كده برضو يعني. هو عارف هو بيعمل ايه، وعارف لما بيجي قعد كابتن اسلام بيقعده وبيقول له ايه، فبالطبيعي انك بتبقى قاعد ومرتاح نفسيا وعارف ان انت هتاخد حقك كده كده هتاخده، فخلاص الموضوع بالنسبه لك انا مستني التوقيت المناسب اللي انا هشارك فيه عشان اثبت ان انا النهارده. شوف قفشه، ده قفشه اللي كان موجود السنه اللي فاتت؟ لا مختلف. شوف قفشه الماتش اللي فات، معظم اللاعبين مختلفين بصراحه، اللي خدوا حتى اقول الاجازات كمان، حتى اللي خدوا اجازات ورجعوا ناس كتير اتغيرت. النهارده في لعيبه جديده بتظهر، كريم فؤاد بصراحة حاجة أنا منبهر بيها، لعيب عنده إمكانيات كويسة جدا، وكان ممكن في ظل وجود المدربين اللي قبل كده كان ممكن كريم ده ما ينتهي. كان ينتهي زي ممكن ناس كتير يعني، لكن الراجل أعد اكتشافه مرة تانية. أي حد من اللي كان جمهور النادي الأهلي لما كان بيتفرج على الماتش لما نزله وعمل كلنا استغربنا الحقيقة، مين كان ليه؟ ما عندك مش عارف أنت بنزل، والراجل نجح لأن هو راجل زي ما قلنا ان هو ادق التفاصيل ما بتعديش عليه. وعارف لما هينزل كريم هو محتاج منه ايه. ماشي، احنا بما اننا بنتكلم عن كريم يعني، لكن خلينا نروح للمنتخب سريعا. ايه رايك في عدم اختيار كريم فؤاد والتصريحات اللي قالها الحقيقه روي فيتوريا، لانها تصريحات صادمه لكل الاهلاويه الحقيقه، ان هو يتكلم. لو مش عايز طبعا تتكلم انت حر، لكن انا من الناحيه الفنيه واحد زي كريم فؤاد ليه ما تاخدوش؟ لا بص، هو طبعا التصريحات ما عجبتنيش يعني. أوكي. انت فاهم كريم فؤاد في حالة معنوية ونفسية وفنية وبدنية وكل شيء تأهله ان هو يبقى موجود في منتخب مصر. صحيح، لان في لعيبة ما عملتش مثلا اللي كريم عمله الثلاث اربع ماتشات اللي لعبهم اللي احنا شفناهم، في لعيبة كتير موجودة في المنتخب ما عملتش الكلام ده، مظبوط. في لعيبة كتير ما لعبتش اصلا اساسي. طب انت يعني الاختيار بناء على ايه؟ طبعا هي دي وجهه نظره، ووجهه نظر تحترم، وهو صاحب القرار الاول والاخير بالزبط. وهو اللي عارف هو عايز ايه، ونتمنى ان هو ينجح لان ده في الاول والاخر ده منتخب مصر سواء كريم موجود معاه او مش موجود معاه. صحيح، لكن هو انا حاسس ان كان في حته ظلم لكريم في هو خلي المنتخب. بالك اللي زعل الناس يا كابتن ياسر مش انه طبعا عدم اختيار كريم طبعا، ولكن في النهايه احنا دايما بنقول كده كلاعيبه كره يعني، شفنا من ده كتير فنقول ايه، خلاص هو الراجل اللي بيتحمل اختياراته، ولكن تبريره لعدم الاختيار هو اللي كان هو اللي جدا، كان صعب بصراحه، هو اللي خلى الناس بالعكس تقول وبعدين انت بتدور، بتقول انا بدور على اللعيبه صغار السن. طب هو كريم عنده 30 سنه مثلا يعني، لا هو ده كريم صغير، صغير كريم صغير خالص يعني، لسه ولد بيشق طريقه. طب ما هو انت مش بتجهز تيم، ده المستقبل ده بالظبط يعني. فده المفروض كان يبقى موجود الصراحه يعني. نفس الكلام مش عن المنتخب، لكن عن انا بتكلم عن انه طاهر، محمد طاهر برضه كولر اعاد اكتشافه. ده حقيقه، بس طاهر لعيب كويس. طاهر كان معايا في منتخب 95، منتخب الشباب، فكان ساعتها في المقاولين، يمكن هو كان اصغر كمان سنتين، لكن انا كان معايا في المنتخب ولعب معايا ماتش في بطوله تصفيات المؤهله لبطوله افريقيا. اوكي. طاهر من عنده امكانيات كويسه جدا، ولاعيب قوي ولاعيب سريع ولاعيب ذكي ومهاري وبيعرف يجيب جون وعنده شخصيه في الملعب. اوكي. فده اللي احنا بنحتاجه في النادي الاهلي. صحيح. الاول تبقى شخصيه، عندك شخصيه عشان تعرف تاخد قرارات داخل الملعب. بتيجي بعد كده بقى الحاجات المهاريه والفنيه والخططيه. كولر قعد اكتشافه تاني،
مع ان كان في حمله جامده جدا لسه في كنت وقت من هقول لك. الاوقات مظبوط. كانت كبيره جدا عليه. يا جماعه والله انا كنت بقعد مع اصحابي واحنا بنتفرج على الماتشات، يا جماعه والله الولد ده لعيب جامد، اه لعيب كبير، بس هو هيفوق. فانت بتنتظر لعيب كبير وعشت برضو مرحله كبيره صحيح. ولعبت في انديه شوف اكبر انديه ومنتخبات، انت عارف انت لعيب بتبقى في وقت كده بتبقى محتاج حد بس ايه يديك الثقه صحيح. وخلاص انت بتنطلق. فهو كان منتظر حد يبقى في ظهره يديله الثقه ان هو لا انا فعلا لعيب استحق ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي وامثل النادي الاهلي. اه وطاهر الحقيقه جدير بهذا التمثيل. بالفعل هو تعرض لحمله طبعا من بعض من لا يشجع النادي الاهلي فيما يخص عدم تواجده ساعتها. ناس كتيره من اللي ما بيحبوش النادي الاهلي هم اللي كانوا بيقولوا هذا الكلام، ولكن كل جمهور النادي الاهلي او يعني على الاقل معظم جمهور النادي الاهلي كان واقف مع طاهر في هذا الامر يعني. لا ما هو عشان هو الفترة الأخيرة دي كمان بصراحة ظهر بمستوى رائع أكثر من رائع، فكان أحق برضو إن هو يبقى موجود وسنه صغير وأنت بتدور على السن الصغير للمستقبل. صحيح. طب أنت يعني ما أنا عايز أنا ايه تاني؟ اه في برضو بعض الاختيارات أنا مش عايز أتكلم، بس يعني إيه في بعض الاختيارات أنا مش عارف ليه. هنروح للمنتخب، لكن انا بما انك كنت بتتكلم يعني عن كريم تحديدا، لانه كريم كان بالنسبه لنا وكنا ممكن نعديها، تخيل من الناحيه الفنيه بقى، لانه في الاخر زي ما بقول لك احنا كلنا. اقول لك على حد يعني اتفضل. بصراحه برضو انا يعني هو من يوم ما جه النادي الاهلي هو بقاله سنين في النادي الاهلي وانا مقتنع وعندي قناعه شخصيه ان الراجل ده لو بقى سليم وفت محدش هيلعب عليه في مصر. محمد محمود لا محمود مين؟ متولي متولي طبعا طبعا طبعا، بس ده برضو بالنسبه حاجه لنا يعني انا اعتبرته صفقه جديده اساسا. اه والله، لان محمود من ساعه ما جه هو يعني احنا كلنا عارفين مستواه. انت عارف ان هي في الاول والاخر بتبقى نصيب، صحيح الاصابه يجي مدرب بيدور على اللعيب بتاعه جاهز لسه هجهز صحيح لعيب لسه مش عارف ايه، فهو في اتنسى شويه صحيح. لكن في الاخر لا عندك لعيب كبير. انت عارف الميزه بقى، وانا ساعتها كنت بطلع اقول للناس هذا الكلام يا جماعه او للجمهور يعني، يا جماعه اللي حصل القرار، انا وجهه نظري ان ده قرار تاريخي، ان انت تاخد قرار باراحه عدد كبير من اللاعبين ولسه حوالي 7 أو 8 ماتشات، ماتش كان فاركو تهيألي السنه اللي فاتت، وتاخد هذا القرار وتتحمل. جهز محمود متولي، خلي بالك، ما ده هو هذا حقيقة. القرار أيوة طبعا محمود يلعب. خلى محمود يلعب. ده صحيح. فمحمود اللي بقاله سنتين يعني بيتصاب ويرجع يلعب ماتش ورا ماتشين وبعدين يتصاب ويرجع يلعب تاني، جهز محمود متولي، خلانا نشوف احمد عبد القادر، خلانا نشوف طاهر برضو محمد خد اجازه، أشرف، خلانا نشوف محمد اشرف على رايك، خلانا نشوف زياد طارق، أحمد خلانا سيد نشوف غريب. احمد سيد غريب ويروح هنا اعاره لا بصراحة هو كان قرار حكيم. البطولة كانت بالنسبة لك كانت منتهية مهما حصل، قدرنا استفدنا فعلا، شفنا أولادنا اللي هم الصغيرين، شفنا مين يقدر يمثل النادي الأهلي الفترة اللي جاية القادمة ومين ممكن يطلع إعارة بحيث إن هو يشارك بصورة أفضل وبصورة أكبر وياخد مساحة أكبر، لأن بعد كده مرضو للنادي الأهلي في الأول والآخر، لو ثبت وجوده بره يبقى بيته أولى بيه. صحيح. فدي كانت حاجة كانت خطوة مهمة وخطوة ممتازة فعلا. كان في ناس كتير جدا مش النادي الأهلي اللي بيرمي الفوطة بدري، ده في لسه 7 ماتشات ده لسه مش عارف. لا هو الناس ما فيش حد بيقدر يفكر في الموضوع إلا صاحب الموضوع، يعني أنت عارف إدارة النادي الأهلي فكرت بشكل حكيم. حتى في حاجة كابتن إسلام برضو، اتفضل. ناس كتير جدا قبل الدوري ما يبدأ وقبل ما تبدأ التصفيات بتاعت أفريقيا فين الصفقات؟ صحيح. طب يعني ما انا عايز اسال سؤال، يعني هو اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي دي سواء من ولاد النادي او اللي احنا جبناهم مش دول كان افضل لعيبه في مصر؟ يعني امشيهم دلوقتي وارجع اجيب لعيبه جديده تاني؟ طب انا اجيب لعيب جديد في مكان فيه 2 3 منهم 2 بيلعبوا منتخب مصر؟ صحيح. طب ازاي؟ لا الموضوع ما بتحسبش كده، الموضوع احتياجاتي انا ايه؟ عندي لعيبه وعندي نقص في اي مكان؟ يعني كان كل الناس تقول لك ايه؟ النادي الاهلي عايز مدافعين، عايز مساك، عايز باك صحيح. رايت، عايز مش ما انا عندي ما انا عندي بس لما تيجي الفرصه المناسبه هديله، ولما يديله هيقدر يثبت نفسه، وده اللي حصل في الفتره دي. وبالفعل كانت الناس كلها بتتكلم عن ستوبر جديد، لكن لما شافوا محمود متولي بهذا خلاص الشكل وبهذا المستوى خلاص قال لك خلاص. لما شافوا محمد اشرف كناشئ بيلعب مكان علي معلول معلول،
اعتقد ده برضو لما شافوا رجوع اكرم ووجود محمد هاني كقيمه في هذا المكان طبعًا. اعتقد الناس بقت يعني مستريحه اكتر من الاول. هو طبعا راحه الناس بتيجي من النتائج يا كابتن اسلام، دي حاجه مهمه جدا، ان انا برتاح نفسيا لما بلاقي النادي الاهلي بيكسب، لما الاقي الروح القتاليه اللي احنا متعودين عليها موجوده، لما بلاقي في شراسه في الاداء. النهارده اتفرج على النادي الاهلي لما الكره بتقطع منه قدام وضع مختلف، لا 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 ضغط في كل حته، ضغط في كل حته، وما بيهنوش الفرقه الثانيه ان تقدر تبص بسطين ورا بعض او ثلاثه، لا الموضوع، لا انت بتقعد دلوقتي بتشوف فرقه اوروبيه مش فرقه النادي الاهلي بس، لا انت بتتفرج على حاجه في اوروبا، في اوروبا مش حاجه جوه الدوري المصري. فدي حاجه مخليه الواحد برضو بيستمتع بالاداء، بيستمتع بفكر الراجل. يمكن انا في ناس، انا الاول كنت بتفرج زي الناس عادي، يعني انت عارف الكره الحلوه بتشجع، الكره الوحشه بنتضايق وبنزعل وبنقول كلمتين. دلوقتي بتفرج بشكل مختلف، دلوقتي بقيت اتفرج بشكل مختلف، ازاي الراجل بيدير الماتش، فين العيوب اللي موجوده، فين المميزات اللي عند الفرقه الثانيه. انا كاهلاوي بقعد ابص على الفرقه الثانيه وببص على فرقتي، بشوف الراجل بيعالجها ازاي. واكتر يعني اكتر توقيت انا شفت الكلام ده فيه هو في ماتش السوبر في الشوط الثاني بصراحه. ما انا كان سؤالي اللي جاي، كيف رايت اداره مارسيل كولر؟ ولانه انا هاخدك برضو بعد كده لسؤال الماني شويه، لكن كيف رايت اداره مستر كولر لهذه المباراه، مباراه السوبر؟ وطبعا ادارها بشكل اكثر من رائع. البدايه كانت قويه، كانت جميله، كانت تحس ان في اللعيبه كلها مركزه، في التزام وفي نظام جوه الملعب. اوكي. هو نازل وعارف هو عايز ايه من المباراه، فدي كانت حاجه مهمه، ودي واصله للعيبه. ايوه. وقدر في حاجه مهمه برضو يا كابتن اسلام، ان انت تعرف امكانيات اللعيبه اللي معاك. صحيح. يعني انا النادي الاهلي 4-3-3 مش واكله. مش ماشي. صح. ومع ذلك فضلنا مستمرين عليها فتره طويله، ونغير لعيبه باليمين ومن الشمال ومفيش فايده. صح. لما الراجل ده حط ايده على مفاتيح الفرقه وعرف ان النادي الاهلي يلعب 4-2-3-1 مرتاح، فلعب بنفس الطريقه دي. لان النادي الاهلي متعودين ان هو بيهاجم قليل، لما فرقه بتهاجم النادي الاهلي. فهو استغل النقطه دي وقدر يحفظ اللعيبه بعض الحاجات اللي تحصل داخل الملعب، سواء هو معاه الكوره او هو بيفقد الكوره، ازاي يسترجع الكوره بسرعه. الحاجات دي كانت مهمه جدا وكانت باينه جدا في المباراه. طبعا ادارته في الشوط الثاني زي ما قلت ليك يا كابتن اسلام اكثر من رائعه. انا في فتره في الشوط الثاني، لا الزمالك بدات تسيطر على نص الملعب. مظبوط. مفيش يعني، لسه بتكلم مع صاحبي لقيت التغييرات شغاله. اول ما حصل التغييرات خلاص، وجود قفشه ماسك النادي الاهلي الكوره خلاص. الموضوع انتهى. وبعد كده خلاص بدا الجون الثاني بقى، الجون الثاني، والموضوع خلاص الماتش كان بتاعك خلاص. خلاص. طيب كولر من المديرين الفنيين اللي نجحوا جدا، او بدايه نجاحه كانت بدايه نجاحه او بدايه البومينج بتاعته كان في المانيا. تمام. المانيا من الدوريات الدوري الالماني ده من الدوريات الصعبه جدا، والتاقلم برضه مع الدوري الالماني صعب جدا. كولر نجح وانت كنت واحد من انجح اللاعبين المصريين اللي لعبوا في اوروبا ولعبوا في المانيا تحديدا. ايه سر النجاح في المانيا اول؟ لا هو النجاح في المانيا بيعتمد على النظام والالتزام داخل الملعب وخارج الملعب. اوكي. تنفيذ التعليمات، يعني انت ممكن تبدع لكن في اتجاه واحد اللي هو محتاجه المدرب. اوكي. هو مسك بوخم. بوخم فرقة كبيرة برضو في ألمانيا، وعمل معاها نتائج كويسة جدا. الأجواء هناك بتساعد كمان، هو كمان سويسرا من ألمانيا، يعني أنت عارف إن في جزء من سويسرا بيتكلم ألماني ألماني. صحيح. يعني فهم هو بيتكلم ألماني بالظبط، هم شخصية تحس إن الشخصية واحدة بالظبط. فهو مش رايح على حاجة جديدة، هو رايح على حاجة هو عارفها وفاهمها، فتأقلم سريعا مع الموضوع. الغريب إن هو يجي مصر ويتأقلم بالسرعه اللي احنا شفناها. ما هو يعني انا بربط ده مبدأ، لانه في النهايه لما تيجي تتكلم عن شخصيه كولر مثلا تلاقيه ان هو بيساعد في تغيير، حتى يعني مثلا كريم فؤاد بيلعب باك رايت، او يعني احنا جايبينه باك رايت او باك ليفت، لا هو مزقه قدام شويه. طاهر احنا متعودين عليه ناحيه الشمال، قام لاعبه ناحيه اليمين. قفشه متعودين فيه، او يعني الفتره الاخيره كان بيلعب على طرف من الاطراف لانه بيلعب تحت.
رجع مكانه الاساسي. سافيو بيلعب على الاطراف، لاعبه تحت راس حربه، وبالتالي بيغير اماكن كتيره هو جدا. هو كابتن اسلام هو مدرب ذكي. هو انا شايف ان الكابتن اسلام باك رايت بس، خلاص سيبه باك رايت، لكن كابتن اسلام عنده امكانيات تانية، عنده مميزات تانية. اوكي، تمشي ديفندر، تمشي مساك، تمشي وينج رايت وينج ليفت. اوكي، فهو بيدي الفرصه. انت نفسك لعبت كام مركز؟ لعبت مراكز كتيره جدا. لعبت في العشر انت كنت مراكز. كنت معذبنا في الباك جراوند، ما كناش بنروح المنتخب بسبب كابتن ياسر رضوان، لا لكن انت نجم لعبت كبير في يا تسع كابتن مراكز. اسلام، انت بص بص، عملت. كابتن ياسر رضوان لعب في تسع مراكز اهو امام حضراتكم، ده في الدوري الالماني بس. ديفنسيف ميد فيلد 38 مباراه، ديفندر يعني ميدي فيلد ديفندر، نص رايت ملعب باك رايت او 17 17 يمين، 8 شمال، رايت باك. نص ملعب مهاجم، 6 ماتشات وجبت جون. لعيب سنتر سنتر باك، باك على اطول لعيب في مش الدوري عارف ازاي، الالماني. ما انا مش عارف دي ازاي. طب مفيش جول كيبر يا كابتن؟ مفيش لا ما دي ال سترايكر، حتى سترايكر مباراة لعبت ماتش وماتش بوخ برضه. والله، كنت لعبت فيرويد فعلا. انت لعبت ضد كولر ولا ما لحقتوش؟ متهيألي لا هو راح بعد ما انا راح بعد ما انت بعد ما مشيت، انا او بعد ما مشيت. انت بطلت او مشيت. فبرضه انت من الناس اللي نجحوا كتير في كل المراكز، فعشان كده بسألك السؤال بتاع كل شوية هو ذكاء يا كابتن اسلام. ذكاء. بص، هي الكوره في الاول والاخر بتتلعب بالرجل، لكن كلها في الدماغ فوق. يعني لازم اللعيب يبقى ذكي، لازم يشوف المدرب هو عايز ايه، يعرف. لازم انا اي لعيب دلوقتي برضو من الثقافه انك لازم تعرف ادوار كل مركز. انت ممكن تتحط انت باك رايت، تحولت مره رحت في نص الملعب صدفه الكوره اللي انت وصلت المكان ده، لازم ابقى عارف المكان ده المفروض انا اعمل فيه ايه، نعم، المفروض ايه المميزات فيه، لازم اشتغل بنفس الشكل. لكن ان انا ابقى عارف ان انا باك رايت او باك ليفت واشتغل بس ان باك رايت وباك ليفت، ده بصراحه صعب جدا. ده صعب. انت لعبت في المانيا كتير، مين اكتر مدرب او حتى في هانزا روستوك يعني كنت بتتعامل معاه وشايفه ان هو اثر فيك؟ ايفالد لينين. ايفالد لينين. ايفالد لينين. طيب، عمل لنا مفاجاه وعملنا لك مفاجاه، خلينا نطلع نشوف هذه المفاجاه ونرجع مره اخرى. Hi, Yasser, my friend. This is Ewald Lien from Germany, your former coach. Well, we didn't hear from each other for a long time, but I have very good memories of you as a player in our common time. When I came to Rostock, this was my second job as a main coach in professional football, and I remember you as one of the fittest and best players that that I ever had. In terms of speed, in terms of resistance, in terms of aggressivity, and also in terms of character. You had an incredible fighting spirit, and you were able to defend in a fair way because of your speed and your ability. So this is what a lot of defenders in the history of football did not do and can't do. So I really would like to thank you for your participation. You were, for me, a very important player, and I had a lot of fun working together with you. So thank you for that. Well, I hope, of course, that you and your family are well, and that everything is okay over there. And as I heard, you became a coach. So for your professional career as a coach, I wish you all the best, and well, a lot of success. But stay as you are, as a human being, with your character. And you know, the most important in life and in the world is your character, not only your success, is the health of you and your family. So all the best in that aspect, and greetings from Germany to Egypt. All the best, Yasser. Ciao, ciao. راجل جميل. ذكريات. الراجل ده يعني ده سبب قعدي تاني في المانيا. انا كنت بعد سنه ونص كان عقدي. انت الاول عينيك دمعت، انا حسيت ان انت رجعتك بذكريات كتيره جدا لورا. بصراحه يعني الراجل ده ليه فضل عليا طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى. قعدت سنه ونص تقريبا انا ما بمسكش حتى جنيه والله كنت في باخد المانيا. كنت باخد بالماينس من البنك عشان اقدر اكمل الشهر. ياه. فرحت له كلمته
قلت له انا وضع المادي صعب جدا وانا مش قادر اعيش وعايز امشي، وفعلا بالفعل سفرت مراتي على مصر. فهو جالي البيت قال انا هاجي لك البيت بالليل، جه هو ومراته. قال لي وريني العقد بتاعك. جبت له العقد، فبص يضحك ويدي لي مراته تضحك، يا جماعه دول جايين يضحكوا عليا بقى ولا ايه؟ المهم انا قال لي العقد بتاعك ده ولا الدرجه الثالثه، وعدل لي بقى العقد بتاعي. وبعدها بست شهور قام مجدد لي عقدي تاني قبل عقدي كمان ما يخلص بسنه، جددت ثلاثه تانيين، فبدات اقبض الاربعه بالراتب الجديد. الراتب الجديد بقى. فهو كان بيحبني جدا. قال انا عايز اجيب لعيب مصري. كان في الفتره دي كابتن محمد عماره طبعا صديقي وصديق الرحله الطويله. كان موجود بيعمل، كان هو في النادي الاهلي ساعتها، وكان بيعمل كان عنده قطع جزئي في في الرباط الصدري. فقلت له في كذا كذا، قال لي خلاص خليه يجي يكمل علاجه هنا. جه من دوزلدورف عندنا في النادي وكمل تأهيل. قال لي هو لعيب كويس، كان ساعتها بقى مخلصين 98 وهو واخد احسن باك ليفت في البطوله. فايامها بقى ما كانش في سيديهات ولا كلام من ده، كان الشرايط بقى انت عارف الشرايط عامله ازاي. طبعا. جبت له ماتش اتفرج عليه، خدناه في شهر واحد على طول يعني. والله. والله. فهو كان حابب كمان ان يبقى معاك واحد مصري عشان تقدر تتأقلم على الحياه. كنت انت بتلعب باك رايت وعماره بيلعب باك ليفت. كنت انا ساعتها بلعب نص ملعب ناحيه الشمال وعماره باك ليفت. يعني ورا بعض. فعملنا موسم مع الراجل ده موسم هايل، ونهينا سادس في سنه 98 برضه. لعبنا التصفيات المؤهله للويفا كاب، وخسرنا. انا اللي خسرت الفرقه بصراحه. وبعد كده انت مشيت او هو الراجل مشي؟ الراجل مشي. وانت جايب في جون بعد كده. مسك كولن هو بعدها. وكنت انا راجع من الصليبي، وكان اول ماتش ليا. ده كان هو اللي ماسك الفريق، كان ماسك فرقه كولن. وانا كنت رايح بصراحه برضو. المدرب اللي كان ماسك في الفتره دي كان بيحبني جدا برضو، وهو اللي رجعني يعني. الاصابه كانت جامده جدا، وخدني بعربيته ورحنا دوزلدورف في المركز التاهيل، وهو اللي تابع محلتي. فبصراحه عمل معايا شغل كبير يعني. بصراحه عمل معاك شغل كبير وشغل رائع. وفي النهاية هو رجل من الواضح ان هو رجل فريندلي جدا. لما صديقنا وزميلنا العزيز عمر البنوبي بيحاول ان هم في ثانية الحقيقة الراجل وافق وقال ياسر ده من اعز واقرب الناس ليا. ومن الواضح طبعا بعد القصة اللي انت قلتها دي ان هو رجل كمان محترم جدا جدا وبيحب اللعيبة بتاعته جدا، ويشوف مشاكل اللعيبة ويدور ويوصل للمشكلة ويحلها. لا هو بصراحة إنسان قبل ما يكون مدرب يعني، ودي كانت حاجة مهمة جدا. كانت بالنسبة لنا كل الفرقة كانت بتحبه جدا، كنا ممكن نموت نفسنا علشانه. يمكن أنا هو يوم ما مشي أو النادي أخذ القرار إن هو يمشي، يمكن عيطت جامد جدا في اليوم ده. أنا كنت بحبه، بحبه بطريقة مش طبيعية. في ماتش من الماتشات في نص الدوري دخل كتب اسمي بس أنا على السبورة وما كتبش بقية الفرقة. ليه؟ قال لك بس. فاللعيبه بقى تضحك في المحاضره، هو يعني ياسر بس هيلعب بس الاعلام الناحيه الثانيه. هو كان بصراحه يعني كان بيعرف يحبب الناس في اللعيبه فيه، عشان كده اللعيبه كلها كانت بتحبه وابدعت معاه. هو مدرب ناجح جدا الحقيقه. وواحد من انجح المدربين اللي اشتغلوا في المانيا. طيب اسال ياسر رضوان، ده سؤالنا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. ابعتوا لنا كل الاسئله اللي حضراتكم عايزين تسالوها الكابتن ياسر رضوان علشان نتفاعل مع حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك، سواء على تويتر او على الانستجرام او على الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي على الفيسبوك. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل مباشره نستقبل كل اسئله حضراتكم من خلال اسال ياسر رضوان. اولا ياسر رضوان من الناس المحترمه جدا، ولاعيب خلوق جدا، وكان من لعيبه الباك يمين تقريبا في الاهلي. كان يعني لعيب قوي وكان بيلعب في المنتخب. اقول له ان شاء الله ربنا يوفقك يعني، عايزين نشوفك كده في تحليل المباريات. عاوز اقول له احنا اشتقنا لك كتير، ودايما احنا يعني الملاعب مش هتنساك ابدا، واحنا عمرنا ما هننساك. الرساله اللي انا حابه اوجهها للكابتن ياسر رضوان، يرجع للنادي الاهلي تاني زي ما كان في الاول ماسك الناشئين في النادي الاهلي، يرجع ويمسك الناشئين. ياسر كويس وكويس. قال له انت كنت لعيب كويس فنان وموهوب ومثلت الاهلي، وفي فترات الاهلي كنت انت مساهم ان الاهلي ياخد دوري وياخد كاس، واحنا كنا يعني
من عشاق ان احنا نشوفك ياسر في النادي الاهلي. عاوزين نشوفه يعني نشوف اخباره ايه، وربنا يوفقه ان شاء الله ونسمع عنه كل خير باذن الله. بقول له خليك يعني مع النادي الاهلي واصبر شويه وان شاء الله هتمسك حاجات كويسه في النادي الاهلي. الناس واخده بالها برضو ان انت مختفي على طول، مقل في الظهور. والله الموضوع الكل بيسال انت فين يعني مقل انت في الظهور برضه. هي بس الواحد بيبقى يعني طبعا بيبقى ماسك فرقه، بيبقى الموضوع مسؤوليه وتبقى حامل هم المشاكل اللي بتبقى الفرقه فيها، سواء بقى ماشيه كويس مش ماشيه كويس، فبتبقى ضغوط على الواحد طبعا. بيبقى الموضوع ان هو يطلع في الاعلام ده بيبقى الموضوع صعب، لكن شوية. لكن بيتي هنا طبعا ما بقاش اتاخر عنه يعني، وعن حضرتك كابتن اسلام. والله ربنا يخليك كابتن ياسر. خلينا نروح لاسال ياسر رضوان. محمود عيد بيقول بقول لكابتن ياسر انت فين من تدريب انديه الممتاز؟ لا قول اللي انت عايزه. ما انت دلوقتي بتدرب فريق النصر. انا ماسك النصر، مسكت البلديه، مسكت السويس، مسكت النجوم، مسكت شبين 5 مرات، الالومنيوم، بيلا. الحمد لله انا عندي سي في كويس قوي طبعا، وكان لي الشرف ان انا مثلت الجهاز الفني في النادي الاهلي مع الكابتن زيزو اول مره مسك فيها. لا لما الكابتن حسام البدري مشي، لما الكابتن حسام في الاول خالص مسكت 5 ماتشات معاه، كنت انا والكابتن محمد يوسف والكابتن ابراهيم رياض، كان لي الشرف طبعا، ودي حاجه كفايه ان دي في السي في عندي يعني بصراحه. مسكت منتخب مصر 95 لفتره قصيره لمده مباراه يعني، لان كان في ظروف كده في المنتخب فما كملناش. موضوع الدوري الممتاز انا مش عايز اتكلم في حاجه بصراحه كابتن اسلام، لان ممكن ناس كتير تزعل مني. اولا هو مش بالكفاءه، هي بالعلاقات. أوكي. وبتعرف مين ومين هيجيبك ومين هيوديك وكم واحد بس هم اللي بيتحكموا في الموضوع. أوكي. وانت زي ما حضرتك قلت ان انا راجل مش بتاع شو، مقل شويه. يعني انا بجتهد، وانا عارف ان شاء الله ربنا في الاخر هيناولني اللي انا عايزه، لان انا بجتهد وبسعى وبشتغل على نفسي كويس. معايا دورات اوروبا وافريقيا، معايا اي وبي اوروبا واي وبي افريقيا. والله والله متابع كويس قوي، بعمل تمارين بنفسي، لا بخش بقى نت ولا اخش مش عارف ايه ولا بتاع، حسب حالات الفرقه اللي موجوده معايا. يعني انا بجتهد الحمد لله، وانا واثق في ربنا سبحانه وتعالى ان هو مش يعني اكيد هيناولني اللي انا عايزه في الاخر. ف سايبه على الله، سايبه على الله. طيب ابو محمد، في رايك مين من لاعبي الاهلي حاليا يشبه ياسر رضوان؟ محمد احمد حسن، ديار بنجم الشرقيه. اكرم بصراحه يعني بشوف نفسي فيه، لان انا الحمد لله برضو كان عندي نفس الباور ونفس القوه وسرعه. هو في بعض الحاجات ان شاء الله هيكتسبها في الفتره اللي جايه، ويبقى من اجمد باكات رايت مصر ان شاء الله. ان شاء الله. ناصر حسان بيقول بنرحب بيك في بيتك الكبير كابتن ياسر نادي الاهلي. محمود عبد العال بيقول تحياتي لك كابتن، اشكرك. وكابتن ياسر، راي كابتن ياسر في روي فيتوريا وهل ينجح مع المنتخب؟ اتمنى طبعا ان هو ينجح مع المنتخب، ومش عايزين نحكم على الراجل من بدري يعني، نديله الفرصه. بس احنا عايزين نوضح، لان بعض التصريحات كده برضو ما عجبتنيش. كنت سمعت ان احنا ما تنتظروش مني بطوله دلوقتي، ما تنتظروش. طب ما احنا برضو احنا منتخب مصر، احنا اسياد افريقيا زي ما بنقول يعني. صحيح. احنا 7 بطولات، طب فين؟ هو انت لازم برضو تعمل، انت عندك فرقه عندها تاريخ كبير. صحيح. وانت مدرب كبير، المفروض بقى نشوف ده الفتره الجايه ان شاء الله. علي جلال بيقول وليه كابتن اسلام مدرب زي كابتن ياسر مش ماسك فريق في الدوري الممتاز؟ هو كابتن ياسر رد على هذا الامر. الم النسيان بيقول اسلام المحترم اشكرك جدا، وكمان الكابتن ياسر من الشخصيات المحبوبه، وسؤالي للكابتن ياسر هو اكتر شخص بتحبه في الاهلي مين؟ وشكرا جدا. انا اللي بشكرك جدا. مين اكتر شخص انت بتحبه وما هي نسبه حبك للاهلي؟ ده احمد السيد بكر. انا اي حد بيمثل النادي الاهلي بتشيرت النادي الاهلي انا بحبه. بتمنى لهم كلهم التوفيق، وان شاء الله كده دايما الاهلي يفرحنا الفترات ان شاء الله. هل تقدر وكابتن ابراهيم امين بيقول انا مش عايز اساله بس عايز اثني عليه بجد من الاهلاويه المخلصين. تمام. محمد عبد النمير بيقول زي كابتن ياسر حضرتك شايف ان الكولر يقدر يجيب بطولتين افريقيا زي موسيماني؟ تمام. عمرو ابو العلا، مين افضل حد بيلعب مكانك دلوقتي؟ قال ان هو اكرم توفيق. ابراهيم حمدي، يعني اسئله كتيره جدا الحقيقه وكلام كتير جدا الناس بعتها.
بس قول لنا بقى، هل ممكن كولر يقدر يفوز ببطولتين افريقيا زي موسيماني؟ يقدر يفوز طبعا، سهل جدا يعني، مع الفكر بتاعه ومع الشغل اللي احنا شايفينه في الفتره القصيره دي. لا ممكن يوصل لابعد من كده بكتير كمان يعني، في ماشي. كاس عالم الانديه يعني، يعني ممكن يحقق حاجه كويسه فيه. حاجه كويسه مع طبعا مع اللي احنا شايفينه حاليا ده مش سهل طبعا، مش سهل ان الفتره القصيره في الفتره القصيره لا. لا لا لو خد فتره اكبر من كده اكيد هيبقى في احسن حاجات احسن من كده. وبعدين موسيماني ما ضافلناش، ما ضافش للنادي الاهلي حاجه. النادي الاهلي هو اللي بيضيف لاي حد، لان النادي الاهلي طول عمره بياخد بطوله افريقيا وطول عمره بياخد دوري وطول عمره بياخد كاس. لكن هو ما يعني هو ضاف لنفسه بس يعني، ما ضافش لينا يعني. طيب حد بيقول لك عايزينك هنقوم نحلل دلوقتي حاجه ل النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. كابتن ياسر يعني لو اتكلمنا مثلا عن الحالات الدفاعيه في وجود اكرم توفيق، وهو المكان اللي تالق فيه كابتن ياسر رضوان سواء مع الانديه الالمانيه او مع منتخب مصر، خلينا نشوف الحاله برضو اللي قدامنا. سمير لو سمحت لو جاهز ونروح نشوف الحاله. اتفضل يا كابتن ياسر. اتفضل يا كابتن ياسر. اهو اتفضل. دي حالة دفاعية لأكرم توفيق في مباراة الداخلية، بما إنك كنت بتتكلم عن النواحي الدفاعية لأكرم توفيق ومين اللي يشبهك يعني. هو في الأول بيلعب على الراجل، الراجل ده لعيب كويس على فكرة قوي جدا. هو دايما بيخليه يطلع لبره، ووضع التشريحي بتاع أكرم بيقف كويس يعني، بيعرف يقف إزاي. لأن أهم حاجة تعرف أنت بتدافع على إيه، لأن في لعيبة كتير بتروح ممكن يكون في لعيب في ظهرك وانت فاتح له زاويه التمرير، فعادي بيستلم الكره يعني، ممكن اللي معاه ده يمرر له الكره سهل جدا. لا هو ذكي، هو بيبقى شايف وعارف. بص يجيب لك ثلاث اربع خمس حالات كلهم يعني ما بين تغطيه ما بين وقفه صحيحه. انا عشان كده بقول لك وضع التشريحي في التغطيه بتاعته او في الوقفه بتاعته وضع سليم جدا. وهو دفاعيا من اللعيبه بص ضيق المساحه، بص فاتح له فين. فاضطر الراجل، لان هو لو راح كده هو هيبقى اسرع، لان هو وضع الاستاد بتاعه احسن. اوكي اهو دي كانت لعبه جميله جدا وكان من الممكن تكتمل. اللي بعد كده ضغط النادي الاهلي من الامام، الضغط العالي للنادي الاهلي. خلينا ونشوف بقى لما الكره بتتقطع ايه اللي بيحصل فيها برضو يا كابتن ياسر، لو حضرتك تشرح لنا. اتفضل اشتغل. اتفضل. هنا الكره اهي. بص الخروج ورا الكوره بقى. هو ده اللي انت كنت بتتكلم عنه. هو ده اللي انا بتكلم عليه. المساحات بين الثلاث خطوط قريبه. أوكي. فسهل انك تغطي. سهل لو اللاعب ده حاول يمر من ده اللي حصل اهو. تقدر تستعيد الكوره بسرعه عشان دي مهمه جدا. اهو الضغط اهو يا كابتن ياسر برضو. بص كده قفل المسارات كل الباصات. بص صحيح. هنا في لاعب راح على الراجل، خلاص وجهه لفين؟ للجول. ما عندوش غير حل واحد بس، ان هو يلعب كره طويله وكان ممكن تتقطع. وانت بتنتظر ورا، بتنتظر عامل حسابك ان هو لازم يلعب الكره طويله، لان هو قفل كل مجالات الباص بالنسبه له. ده شغل مدرب. ده شغل مدرب طبعا. ان انا ازاي بوجه الهجمه. اوكي. واوجهها فين واماكن الضغط تبقى فين. والكره اتقطعت في الاخر. سهل جدا انك تقطع، لان بيبقى صعب جدا المساحات لما بتبقى قريبه يا كابتن اسلام. اللاعب تفكيره ما بيبقاش بالسرعه اللي هي المطلوبه، غير كده ما بيقدرش يرفع عينه ان هو يشوف مساحات اكبر، فبالتالي وشه دايما بيبقى على الكوره، فسهل جدا انك تتقض عليه وتاخد الكوره. ودي مباراه الاهلي والاتحاد المنستيري، ده بيدل ان هو الراجل بيعمل هذه الفكره من بدايه شغله. هنا كانت يمكن اقل شويه، بمعنى ان هي كانت في جزء واحد، وبعد كده لو شفناها بعد كده كيف تطور الامر. بص الخطين يا كابتن اسلام 10 يارده. ليه؟ لان هو مش هيديله مساحه ان هو يلعب فيها. مش هيديك مساحه وقافل الخطوط ما بين الخطوط يعني، ده قافل المساحه اللي بين الاثنين. اصل بص ادي 3 و3 6 7 8 ادي 8 لعيبه. 8 لعيبه عندك 2 بس ورا. صح؟ صحيح. لكن المساحات ايه؟ ما في كام لعيب برده من الفرقه الثانيه هو عامل حسابه عليهم. يعني حتى الكره لو وصلت هنا وجت هنا ده هيطلع على طول يضغط عليه. صحيح. وبالتالي الباقي كله بيرحل، فالخطوط قريبه، فسهل جدا تضغط على اي حد. وهي وهنا برضو بحيث الكره لو نقلت الناحيه الثانيه عندك هنا اعتقد ده احمد عبد القادر او مين. والباقي كله جاي عليه. والباقي جاي ناحيته. طيب اللي بعد كده ده اسلوب لعبه يا كابتن ياسر. طبعا. بص ده من اول ماتش خلي بالك. بص هو بيوجه فين.
حتى عايز يجيبه هنا. الراجل ده ما راحش ضغط عليه عشان يخليه يرجع، لا هو عايز يجيبه، لان احسن اماكن الضغط هي الخطوط. صحيح. ليه؟ لان الخط بيعتبر خصم معاك انت، مش صحيح. ضد الفرقه الثانيه. صحيح. ده الضغط الامامي ده اللي انت بتتكلم عنه، ان هو بص العوده بسرعه. اه الناس بترجع وبتضايق مساحه في مكان الكوره. اوكي بص خلاص ما عنديش حلول الا هو لازم يرجع لورا. اوكي او تتاخد او هنا خلاص الموضوع ما فيش عنده حد يساعده في المكان ده. اوكي يعني حتى بص الراجل ده لو رجعنا شويه، لو رجعنا لورا ارجع ورا شويه يا سمير لو سمحت. اه اتفضل. بص الراجل ده قافل ازاي يا كابتن اسلام؟ قافل على اللي بره بحيث ان هو ما يبصيش. انت ما فيش الا الممر ده. صحيح. عشان هنقطع هنا، هتمشي من هنا عشان اقطع، عشان اقطع من هنا. ما هو دي ذكاء لعيب. ما هو زي ما قلت لك في الاول، انا ممكن يبقى لعيب في ظهري وانا رايح اقابل لعيب وفتح زاويه التمرير. اه فممكن الراجل يستلم سهل. لا انا صح. ببقى شايف، ودي حاجه مهمه جدا. يمكن في اليوتيوب حاجات كتير جدا للعيبه كبيره. شوف بيبص، شوف ميسي مثلا قبل ما بيستلم الكوره بيبص كم مره. اوكي. حواليه اكتر من 7-8 مرات يبص كده قبل ما بيستلم الكوره. يشوف مين اللي كرة. يشوف. في لعيبه ما راحت السيتي من احسن الفرق اللي بتضغط. صحيح. ليه؟ لان هو كل واحد وهو رايح عارف هو قافل زاويه التمرير على واحد وراه. فبيخنقوا اي فرقه بيقطعوا الكوره. اكتر فرقه بتقطع الكره في الثلث الامامي. طيب زي ما اتكلمنا عن الضغط خلينا نتكلم عن الارتداد الدفاعي برضو. اتفضل. ماشي. هنا الكره مع النادي الاهلي. اوكي. ده في ماتش الاسماعيلي اتاخدت اهي. اتاخدت. بص انا عايز يعني لو الصوره كانت كامله. عايز اشوف الناس اللي ورا عامله ايه. هتلاقي كله جاي الناحيه دي. كله. كله هتلاقيه طالع في اتجاه الكوره. ادي 1 2 3 4 5 6 ادي 6 لاعبين في الناحيه دي. اخر واحد اهو. واحد اهو الناحيه دي. يعني بتتكلم في كام؟ في 25 يارده 30 يارده. هو تقريبا اقل يمكن. هو ده شغل اوروبا. هو ده الشغل، ان انت بتضايق المساحات على اي فرقه. أوكي. ان هي ما يبقاش عندها رؤيه انها تلعب في حته ثانيه. في مكان ثاني هتلاقي تستعيد الكوره بسرعه. اهو بص قفل. هو في الاخر راح فعلا، لكن راح واحد بيضغط وموجهه لبره. اوكي. وواحد بيامنه. صحيح. واحد جاي من نص الملعب وواحد ثاني جاي قافل عليه والراجل اللي هناك متغطي. اوكي. فكده خلاص الموضوع بالنسبه له هيبقى صعب. اخر حاجه اللي معانا اللي جايه بقيه الارتداد. اتفضل. يلا سمير لو سمحت اتفضل. خروج بالكره بقى. النادي الاهلي بيخرج بالكره ازاي؟ هو هنا النادي الاهلي مضغوط يعني تقريبا بنفس الطريقه. صعب. الايه؟ البيلد اب اللي هو الخروج بالكره. صحيح. انك تبني الهجمه من تحت بيبقى موضوع محتاج انسجام وتفاهم كبير جدا وتمرين عليها كتير. خلي بالك هنا في مباراه الزمالك برضو. بص لو رجع تاني كده رجعها من اولها يا سمير لو سمحت. لا رجعها من اولها. هنا برضو خلي بالك نادي الزمالك عمل ضغط عالي على اعتقاد ان هو هيفاجئ النادي الاهلي بهذا الشكل. ده 6. ده حمدي. حمدي فتحي. صحيح. 6 بينزل. تمام. صحيح. ايه اللي حصل هنا؟ في مساحه بقت كبيره. مين اللي نازل؟ حمدي. صح. وهو اللي خد نزل ومشي اللعب. وحمدي فتحي بعد ما الكره اتلعبت لقدام قام لافف ورجع في المكان ايه اللي الكره دي. نزل حمدي رجع الباص طلعنا بالكوره. خلص الموضوع. كمل ضربت بقى ضربت الفرقه. خلاص ضربت الفرقه وكملت اللعبه. سابوا عندك هنا مساحه كبيره. تقدر تلعب. ودخل واحد. وخلي بالك هنا دي 3-1 او 3-2. بص 1-2-3-4 1-2-3-4 تتحسب كده. اوكي. احنا نحسبها كده اهو 4-4. اوكي. الموضوع كده بقى في صالح المهاجمين. مش في صالح المدافعين. اوكي. نفس اللعبه اهي. نفس الخروج. نفس الخروج. وهي الناس كانت بتقول يعني نفس الخروج والضغط. هنا تحول من الهجوم للدفاع. اوكي. لان دي يعني معظم الاجوان اللي بتيجي بتحصل في التحولات. اوكي. خاصة في الدوري المصري لان في لعيبه المصري ما عندوش القدره ان هو يتحول بسرعه. هو الراجل كان معاه الكوره وفجاه الكوره راحت منه ان هو يرجع يجيبها. اوكي. ما ممكن اجري برضه بس بجري بطريقه عشوائيه. لا انا لازم ابقى اجري وبعرف انا بجري فين وبقفل على ايه. فدي حاجه مهمه جدا يعني. ده الهدف الاول للنادي الاهلي. هاته من اوله يا سمير لو سمحت. سابيو برضه الضغط اللي حضرتك بتتكلم عليه. الضغط الاوروبي. كمل اللعبه الاخيره اتفضل. وخد الكرة وحطها. شفت الضغط قفل وجابها كلها. وسافيو عارف متوقع ان الكرة هترجع هنا. ليه؟ لان هو ما عندوش مجال ان هو يروح في اي اتجاه تاني. صحيح. هو لازم يرجع للراجل ده. فهو الراجل توقع ان هو هيرجع في هنا فضغط عليه. ضغط عليه من بدري وخد الكرة. تمام. ده الجون التاني. هنا الضغط الامامي برضو للنادي الاهلي تسبب في ان هو حتى يعني
عملها حلو قوي طاهر كمان بصراحه. جميله. وحتى الاوفر عالمي او يعني مش اوفر، هي كره عاديه عالميه. وكريم قطع 10/10 في المكان المناسب، لا بدري ولا متاخر، لا هو قطع بالظبط في التوقيت المناسب، ودي حاجه دي مش سهله يعني. دي بعض الامور التكتيكيه والفنيه اللي كان الكابتن ياسر عايز، اتفضل يا كابتن ياسر. اللي كان الكابتن ياسر عايز يتكلم فيها مع جمهور الاهلي من خلال التواجد. يبدو في نهايه هذه الحلقه ان حضرتك من المقتنعين بمارسيل كولر جدا. يعني انا بصراحه مش انا ما بجاملش حد طبعا، لكن هو الراجل بصمته واضحه من اول يوم، زي ما قلت لك في اول ماتشين بتوع التصفيات الاتحاد المنستيري اخذنا اللي احنا عايزينه من المباراه، لكن كنا مستنيين بقى نشوف الشخصيه بتاعت النادي الاهلي اللي احنا فقدناها لفتره من الزمن اللي هو الموسم الفتره الصعبه اللي فاتت اللي احنا مرينا بيها. لا النهارده النادي الاهلي في شراسه، شوف في كام واحد بيخش ال 18، شوف كام واحد بيجروا على الكوره لما بتتقطع مثلا، لما بتتحول. لا الموضوع اختلف تماما، شوف خطوط النادي الاهلي بقت قريبه ازاي من بعض. صحيح بقى في حاجه بتتعمل في الملعب، بقى زي ما احنا شفنا كده في على الشاشه ازاي النادي الاهلي بيطلع من تحت بالكوره. ده فكر، كل ده فكر مدرب. انت ممكن تحط اللعيبه ثبت الكوره زي ما كنا بنعمله في الماتشات اللي قبل كده، ثبت الكوره الجون الشناوي يشوطها واحده ونجري وراه. صحيح النهارده في حاجه بتتعمل في الملعب، الوضع مختلف، في وضع مختلف، معاك امكانيات لعيبه كويسه وانت فكر عالي، فاكيد الموضوع هيروح في حته ثانيه خالص. عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. يا كابتن ياسر انا بشكرك جدا جدا على تواجدك معانا النهارده، وشكرا جزيلا ان احنا اختصتنا بوجودك معانا في البيت الكبير، بقالنا فتره ما يعني ما التقيناش بيك، ما التقاش جمهور النادي الاهلي بيك، فبشكرك جدا على التواجد معانا. شكرا يا كابتن اسلام، وكان لي الشرف ان انا موجود معاكم النهارده والله. ربنا يخليك يا كابتن ياسر. انا بشكر كابتن ياسر شكرا جزيلا، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. في نهايه هذه الحلقه الحقيقه، وقبل ما انهي هذه الحلقه، ناس كتيره جدا بعتالي بتقول لي شكل الحلقه مختلف. شكل الحلقه مختلف لانه دائما يجب ان يكون هناك تغيير، والحقيقه ان خلال الفتره اللي فاتت كان الزميل احمد عويس هو رئيس تحرير البرنامج خلال الفتره السابقه، والاستاذ احمد عويس الحقيقه من الناس الاصدقاء الاحباء اللي انا شخصيا بحبهم بشكل كبير جدا جدا، ولكن وجب التغيير، وبالتالي اصبح الان هناك تغيير في البيت الكبير. من الواضح انه ناس كثيره جدا بتبعت لي وبتسالني في هذا الامر، وبالتالي انا سعيد جدا 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 بالفتره اللي قضيتها كمقدم لبرنامج وكان رئيس تحريره الاستاذ احمد عويس. احنا دلوقتي هناك رئيس تحرير اخر متواجد معاهم، عمالين يقولوا لي مش عايزين يقولوا الاسماء، لكن انا هقول طبعا هذه الاسماء، الاستاذ محمود شوقي والاستاذ محمود سعيد، الاثنين الحقيقه هيبقوا رؤساء تحرير هذا البرنامج ابتداء، او بالفعل اصبحوا رؤساء تحرير هذا البرنامج ابتداء من النهارده. ويعني حبيت بس ان انا اجاوب على لماذا هذا التغيير في الشكل، والناس الحقيقه مبسوطه، انا شايف ناس كثيره جدا مبسوطه على السوشيال ميديا، وبالتالي حبيت ان انا اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل من خلال البيت الكبير. بشكر مجموعه العمل اللي كانت متواجده معانا السابقه، الاستاذ احمد عويس الحقيقه اللي بشكره على تواجده معانا خلال الفتره السابقه، وان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق للمجموعه القادمه، مجموعه العمل القادمه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره على خير.